قصص نور قصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطاء نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور قصص حكمة وصبر حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطر نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أول حلقات برنامج قصص الأنبياء. ولما اخترنا الأنبياء؟ لأنهم خير البشر، خير من مشى على الأرض، إنهم الناس الذين اصطفاهم الرب عز وجل لخير البشرية. ضلت الأمم لولا أولئك الرسل مبشرين ومنذرين. لما قصصهم؟ لأنها أحسن القصص. قال الرب عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. الناس في هذه الأيام ربما يتأثرون بقصص البشر، ربما يتابعون بعض الأفلام الخيالية فيبكون منها أو يخافون منها أو يتأثرون بها أو يقتدون بأبطالها. أما نحن فنتكلم عن أفضل القصص، نتكلم عن خير البشر الذين يجب أن نقتدي بهم. لا نجاة في الأرض إلا بالاقتداء بهم. نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نتكلم عن أحسن القصص بتفاصيلها التي جاءت بالقرآن والسنة الصحيحة وما لم يعارضها من أخبار الأمم السابقة. نتكلم عنها بالتفصيل ونستفيد منها الإيمان، الحكم، العبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هناك من الغرائب، هناك من المعجزات، من يقرأ قصصهم فإنه يصبر على الدين ويثبت عليه ولا يضره عدو للإيمان كائنا من كان. من عانده، من حاربه، من سبه، من شتمه وهو يقرأ قصص الأنبياء فإنه لا يبالي. إنها قصص الأنبياء، في قصصهم عبرة لأولي الألباب. سوف تمر علينا حكايات وقصص وعبر فيها البلاء، فيها يدعو النبي فيستجيب الرب عز وجل له. نرى كيف أن الأمم كانت تحارب الأنبياء والرسل، كيف يرسل الله عز وجل الرسل تترى، ما من أمة إلا وخلا ما من أمة خلا فيها نذير، ما من أمة إلا وأرسل الله عز وجل إليها رسولا أو نبيا. نقرأ هذه القصص، نتعلم منها الحكم والعبر. نبدأ وإياكم قصص الأنبياء. قبل أن نبدأ بقصص الأنبياء لابد أن نتكلم عن الخلق كيف بدأ. كان الله عز وجل ولم يكن معه شيء، فهو الأول جل وعلا. أول شيء خلقه الرب عز وجل العرش، أول المخلوقات. ثم بعده بزمن خلق الله عز وجل القلم، فتكلم القلم
قال الله عز وجل له: اكتب. قال: ما اكتب؟ ما الذي اكتبه يا رب؟ قال الله عز وجل له: اكتب ما كان وما يكون الى ان تقوم الساعه. كل شيء اكتبه. ان كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء كتبه الرب عز وجل قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، ثم بعد القلم بخمسين الف عام اذن الله عز وجل ان يخلق السماوات السبع والارضين والجبال والانهار وما فيها. خلق الله السماوات والارض في سته ايام. وبعد ان خلق الرب عز وجل السماوات والارض والجبال والبحار، وخلق الله عز وجل الشمس والقمر والكواكب والنجوم وزين السماء بها، خلق الله عز وجل خلقا على الأرض سماهم الجن. وكان الجن قوما مفسدون في الأرض، يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، حتى أن الملائكة كانت تأتي وتبعدهم، وكانت تأتي وتعاقبهم، وكانت تحبسهم أحيانا في بعض الجزر في البحار. ثم بعد الجن أذن الله عز وجل أن يخلق خلقا جديدا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة تريد أن تسأل: هل هذا الخلق الجديد سيكون مثل الجن في إفساده وسفكه للدماء وفي تدميره لهذه الأرض؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يا رب، إذا أردت خلقا يعبدك فنحن نعبدك يا رب، لما تخلق خلقا يفعل كما فعلت الجن؟ قال الله عز وجل يرد على سؤال الملائكة: قال إني أعلم ما لا تعلمون. لم تكن الملائكة تعلم أن من هذا الخلق الجديد سيكون أنبياء وشهداء وصالحون وصديقون وأحباب للرحمن جل وعلا. إنه خلق جديد. قصص، نور قصص، قصص، نور قصص، حكمة وصبر. لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام، أمر ملكا من الملائكة أن يذهب إلى تراب الأرض فيأخذ من كل تراب الأرض شيئا، فجمع هذا التراب، وكان التراب منه الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، فصار منه بنو آدم. اختلفت ألوانهم واختلفت طباعهم، فصار منهم الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، وصار منهم السهل ومنهم الصعب ومنهم الطيب ومنهم الخبيث. فخلق آدم من تراب في يوم جمعة، ثم بلل بالماء فصار طينا، وظل على هذه الحال زمنا، ثم ازداد تماسكه فصار طينا لازبا، ثم تغيرت رائحته فصار طينا مسنونا، ثم بعد زمن صار كالفخار الأجوف. هكذا خلق آدم عليه السلام، ظل زمنا على هذه الحال. ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا التراب الذي ندوس عليه إنه أصل خلقنا. خلق الإنسان من تراب ثم صار طينا. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. هذا خلق آدم عليه السلام. قال الرب عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا أصل خلق آدم، لما خلق على هذه الحال ولم ينفخ فيه الروح
ظل سنوات على هذه الحال، فكانت الملائكة تترقبه وتتوجس خيفة، ما هذا المخلوق وكيف سيكون؟ بل إن إبليس بنفسه كان يحوم حوله ويدخل في جوفه ثم يخرج وينظر إليه ويتخوف منه ويحسده ويقول للملائكة: لا عليكم، إنه أجوف، وإن ربكم ليس بأجوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه. إن إبليس يتحدى والملائكة تترقب، والله يأمر إذا نفخ فيه الروح فقعوا له ساجدين. كيف سينفخ فيه الروح؟ وماذا سيحصل لآدم عليه السلام إذا نفخ فيه من الروح؟ بدأت لحظة عظيمة، تاريخ جديد للبشر، بل هو بداية تاريخ البشر. بدأت لحظة النفخ في الروح لآدم عليه السلام. كل من في الملأ الأعلى ينتظر، إنها لحظات عظيمة، إنه احتفال رهيب وموقف عظيم، لحظات مشهودة. بدأت الروح تسري في رأس آدم عليه السلام، بدأ ينظر، فتح عينيه يلتفت يمنة ويسرح، ماذا ينظر؟ إنها الجنة، إنها ثمارها، إنها أشجارها وأنهارها. وصلت الروح إلى أنف آدم فعطس، فقالت الملائكة: يا آدم قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الرب عز وجل: يرحمك ربك. نزلت الروح إلى جوف آدم عليه السلام، اشتهى ثمار الجنة، اشتهى الأكل منها، فإذا بآدم عليه السلام يثب وثبة والروح ما وصلت إلى قدميه، يريد أن يصل إلى ثمار الجنة. عجلان: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. فلما اكتملت الروح في آدم عليه السلام وبدأ يمشي والملائكة تنظر والكل يترقب، قال الرب عز وجل: يا آدم انظر إلى أولئك النفر من الملائكة، اذهب إليهم فقل السلام عليكم. فمشى آدم ووصل إلى الملائكة فقال: السلام عليكم. فردت الملائكة قائلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأنست الملائكة بآدم عليه السلام، يا لها من لحظات، إنها بداية تاريخ البشر. استأنس آدم واستأنست الملائكة، فقال الرب عز وجل: يا آدم إنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فمسح الرب عز وجل على ظهر آدم، فنزلت كل ذريته من آدم إلى أن تقوم الساعة. تخيلوا كم هي ذرية آدم من خلقه إلى أن تقوم الساعة، كم هي المليارات التي نزلت أرواحها، أنا وأنت وأنت وكل من نسمع نزلنا في ذلك اليوم، أهل الجنة وأهل النار. نظر إليهم آدم عليه السلام فقررهم الرب عز وجل، يخاطب كل ذرية آدم، يقول لها: ألست بربكم؟ فقال كل البشر: بلى، نشهد على هذا. فقال الرب عز وجل لهم: لا تأتوا يوم القيامة لتقولوا إن كنا عن هذا غافلين. إنها الفطرة المركوزة في القلوب. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فطرة في القلوب لا تنكرها يوم القيامة. لما استوى خلق آدم الآن جاء تنفيذ الأمر. أي أمر؟ إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا الملائكة كلها، كل من في السماء، كل الملأ الأعلى، كل الملائكة على رأسهم جبريل، كلهم سجدوا لآدم احتراما له، تكريما لهذا المخلوق، واستجابة لأمر الله عز وجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تخيلوا هذا المنظر، تخيلوا هذا المشهد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
إلا مخلوق واحد، مخلوق غريب وحقير لم يكن من الملائكة، جعله الله عز وجل معهم، ظل قائما، ظل مستويا، ينظر إلى من حوله، ينظر إلى الملائكة ساجدين، إلا هو ظل قائما بكبر وحقد وحسد. سأله الرب عز وجل وهو أعلم به: يا إبليس، ما لك ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ وربنا أعلم به، انظروا إلى الإجابة الوقحة، قال: لم أكن لأسجد لبشر، أنا أسجد لهذا المخلوق؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال، أنا المخلوق من نار أسجد لمن خلق من طين؟ إنه الكبر، إنه الكبر قبحه الله. ماذا يفعل بأصحابه؟ أول معصية عصي الله بها في السماء ممن؟ من إبليس الذي رفعه الرب وجعله في الملأ الأعلى. فرد الرب عز وجل على إبليس، قال: فاخرج منها، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اخرج من أي شيء؟ إبليس لعنه الله، رفعه الرب عز وجل مع الملائكة، وهو ليس من الملائكة، هو من الجن، رفعه الرب عز وجل وأعلى من شأنه وجعله مع الملائكة، لكنه لما أبى، لما استكبر، وانظروا إلى موقفه وكل الملائكة سجدوا إلا هو قائم ويعترف بكبره ويعترف بحسده، قال: أنا خير منه، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا بربنا عز وجل يطرده من الملأ الأعلى، يطرده من هذه المكانة العالية التي كان فيها إبليس، كرم لسنوات عديدة ولزمن طويل حتى جعله الله عز وجل يعيش مع الملائكة، لكنه الآن يطرد منها. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أمر واحد لم يستجب فيه إبليس لربه عز وجل، حلت عليه اللعنة إلى متى؟ إلى يوم القيامة. أمر واحد جعلت اللعنة تصيب صاحبها لما خالفها، ما بالكم بمن يعصي الله عز وجل كل يوم وكل ليلة، جهارا نهارا، مستكبرا معاندا. لعن إبليس وطرد من الملأ الأعلى وأنزل من هذه المكانة لأنه يستحق هذه المنزلة بكبره وحسده. قصص، نور قصص، قصص، نور قصص، حكمة وصبر. بعد أن طرد الله إبليس من الملكوت الأعلى ولعنه، لم يطلب هذا اللعين الخبيث من ربه الصفحة ولا العفو ولا المغفرة، لو طلبها من ربه وندم لقبلها الله عز وجل منه، لو تاب لتاب الله عليه، لكنه لم يطلب العفو ولا الصفحة ولا ندم على فعله، إنما طلب أمرا آخر. ماذا طلب؟ قال: رب أنظرني، أخرني يا رب، لما وإلى متى؟ قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني يا رب ليس إلى النفخة الأولى بل إلى النفخة الثانية، إلى يوم البعث، أخرني يا رب، طول عمري. هو يؤمن بربه ويؤمن بيوم البعث ويؤمن بالجنة والنار، لكنه استكبر، لكنه تكبر على أمر الله عز وجل، فاستجاب الله له مع أنه كافر، مع أنه لعين، وأعطاه الله ما أراد. قال: إنك من المنظرين، أعطاه الله الإنظار
والإمهال والتأخير فهو يعيش إلى النفخة الثانية. ثم بعدها قال لربه: ربي بما أخرتني ماذا سوف أفعل لآدم وذريته؟ قال: يا رب، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لما لم يقل من فوقهم؟ لأنه يعلم أن الله فوقهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله عز وجل: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم، أي واحد من الإنس يتبعك يا إبليس، لأملأن جهنم منكم أجمعين، لأملأن جهنم منك يا إبليس وممن اتبعك من بني آدم أجمعين. وأعطاه الله عز وجل ذرية في الأرض، وأعطاه الله عز وجل ذرية من الشياطين، كلهم تبع لإبليس، فهو يملك جيشا عظيما من الشياطين كلها لحرب آدم وبنيه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إبليس الذي لعن وطرد من الملكوت الأعلى، هذا المخلوق يتحدى ربه أنه يغر بني آدم وأنه يصرفهم عن طاعة الله عز وجل ويزين لهم المعاصي ويحرفهم عن طاعة الله جل وعلا. والله عز وجل لما قال إبليس له هذا الكلام قال: ربي بعزتك وجلالك لأضلنهم. رد الله عز وجل على إبليس، قال: يا إبليس، وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. أما آدم عليه السلام فقد أدخله الله عز وجل الجنة، يأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها ويستظل بظلالها. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أي نعيم هذا الذي يعيش فيه آدم عليه السلام؟ مع كل هذا النعيم إلا أن آدم عليه السلام قد استوحش وجاءه بعض الهم: كيف أعيش في هذا النعيم لوحدي؟ نام آدم عليه السلام نومة، فلما استيقظ رأى امرأة عنده. من أنت؟ أنا امرأة. ما الذي جاء بك؟ خلقني الله عز وجل. ولما خلقك؟ خلقني لتسكن إلي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها. سألت الملائكة آدم عليه السلام، قالت: يا آدم، ما اسمها؟ تريد أن تختبره هل يعلم الأسماء كلها أم لا. يا آدم، ما اسمها؟ قال آدم عليه السلام: إنها حواء. قالت الملائكة: ولم حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي، فقد خلقت حواء من ضلع آدم عليه السلام. إنه يتنعم الآن مع حواء، مع تلك الزوجة في هذه الجنة، الأنهار، الأشجار، الثمار، النعيم، ما أحلى هذه الجنة التي يسكن فيها آدم وزوجته حواء. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما. كل شيء لكما حلال في هذه الجنة، أنهارها، ثمارها، خيراتها، ظلالها، كل شيء حلال، إلا أمر واحد. وما هو؟ أرأيت هذه الشجرة؟ لا تقترب منها، إياكما والاقتراب منها. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لم ينههما الله عز وجل عن الأكل،
بل قال لا تقربا منها. أما الأكل فهو أعظم من مجرد القرب من هذه الشجرة. ويا آدم، أنت وحواء احذرا من شخص ثالث سيعيش بينكما، هو العدو الذي توعد أن يخرجكما من هذه الجنة، سيوسوس ويمكر ويغري ويغركما، فإياك وزوجتك أن تصدق كلامه. ويا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. اعلم يا آدم أن المعركة صعبة، وأن هذا العدو هذه جولته الأولى، وسوف يحرص على أن تأكل من هذه الشجرة، فإياك وزوجتك أن تقرب من هذه الشجرة. هل سيقتنع آدم عليه السلام بأمر الله عز وجل ويقنع بالجنة ويترك هذه الشجرة، أم أنه سيسقط بحبل هذا الشيطان وإبليس ويقع بمكره ويأكل من هذه الشجرة؟ كيف سيوسوس إبليس لآدم عليه السلام؟ كيف سيغرر بحواء زوجة آدم؟ ما هي الجولة الأولى وما أحداثها وما الذي سيحدث بعدها؟ هذا ما سوف نعلمه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص، نور قصص. عاش آدم عليه السلام مع حواء في جنة يأكلان من ثمارها، وكلما أتى إبليس بصورة من الصور وبشكل من الأشكال إلى آدم عليه السلام لم يستجب آدم. ألا تحب يا آدم أن تصير ملكا؟ في هذه الفترة صدق آدم إبليس. طال البكاء من آدم عليه السلام، إنه الندم، فيقطعان الورق كل منهما يغطي سوءته. حتى جاء يوم من الأيام فاختلف أحد أبناء آدم في فتاة مع أخيه. إذا تجرأت ومددت يدك إلي تريد قتلي فإنني لن أعترض. فحمل صخرة كبيرة ورباها على رأس أخيه ففضخ رأسه. لأول مرة يموت إنسان ميتة طبيعية. مرض آدم، سقط على الفراش، بدأت لحظات النهاية. قصص، نور قصص، حكمة وصبر، أسامي هم لنا خير وعفر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع على عيني. قصص، نور قصص، قصص، نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. حكمة وصبا، أساميهم لنا خير وعفر. نبتدي بآدم خليفة خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية تكلمنا عن بداية خلق آدم عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل خلقه بيده وأسجد له الملائكة، ثم أدخله الجنة. فلما دخل الجنة استوحش فيها، فخلق الله عز وجل له زوجة يأنس بها ويسكن إليها، وخلقها الله عز وجل من ضلعه. عاش آدم عليه السلام مع حواء في جنة يأكلان من ثمارها، يتظللان بظلالها، يشربان من أنهارها. ونهاهما الرب عز وجل عن الأكل من شجرة واحدة في الجنة كلها. فبدأت المعركة الأولى بين إبليس وآدم عليه السلام وحواء. إنها معركة بين البشر وإبليس، إنها الجولة الأولى في هذه المعركة. كيف يجعل إبليس آدم عليه السلام يعصي ربه عز وجل؟ ما قال له أبدا كل من هذه الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها، أبدا ما قال له اعصي ربك عز وجل، لا، ولكنه جاءه بأسلوب آخر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال، شوف الأسلوب، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. ألا تحب يا آدم أن تصير ملكا؟ حواء، ألا تحبين أن تكوني من الملائكة؟ الكل يحب هذا، إذا أكلتما من هذه الشجرة صرتما من الملائكة الذين يعبدون الله، الذين يقربهم الله. الأمر بسيط، كلا من هذه الشجرة وتنتقلان مباشرة إلى جنس الملائكة. إلا أن تكونا ملكين. أو يا آدم يا حواء، ألا تحبان أن تعيش في هذه الجنة مخلدين، لا موت لا نهاية؟ فقط كلا من هذه الشجرة أو تكونا من الخالدين. وكلما أتى إبليس بصورة من الصور وبشكل من الأشكال إلى آدم عليه السلام لم يستجب آدم، لأن آدم عليه السلام يعبد ربه عز وجل ويطيع الله جل وعلا. ومرت السنون ومرت الأيام، وآدم عليه السلام وحواء لا يقتربان من هذه الشجرة. فاستغل إبليس تعظيم آدم لربه عز وجل ودخل من هذا المدخل. أخذ يقسم بالله عز وجل: أقسم لكما أنني صادق بحديثي، والله الذي لا إله غيره، إذا أكلتما من هذه الشجرة صرتما خالدين في هذه الجنة. تزيين، غرور. وقاسمهما، بدأ بالقسم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. في هذه الفترة صدق آدم إبليس ونسي الذي بينه وبين ربه عز وجل. بدأ التصديق لما؟ لأن إبليس أقسم بالله. ما كان يتصور آدم عليه السلام أن مخلوقا يقسم بالله كاذبا، فصدق إبليس وبدأ يمشيان خلفه. فدلاهما بغرور، فوصل إلى الشجرة وإبليس يزين وإبليس يشجع وإبليس يدفع، فإذا بحواء تأخذ ثمرة من هذه الشجرة فتأكل، وإذا بآدم يأكل من هذه الشجرة. أول ما ذاق من هذه الشجرة: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ما كان آدم عليه السلام يرى سوءة حواء، ولا حواء ترى سوءة آدم، فلما أكل من الشجرة انكشفت السوءتان. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. آدم عليه السلام، لأن الحياء فطر الإنسان به
لما رأى عورة حواء هرب منها، وحواء لما رأت عورة آدم هربت منه، لأن البشر قد فطروا على الحياء. هرب آدم من حواء، وهربت حواء من آدم عليهما السلام، كل واحد يهرب من الآخر، يبحثان عن ورق في الجنة من الأشجار فيقطعان الورق، كل منهما يغطي سوءته، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وآدم عليه السلام يهرب، والأشجار تتعلق به، والأغصان تتعلق به، وآدم يريد الخلاص منها، ويهرب ويهرب ويهرب، فيناديه الرب عز وجل: يا آدم، أفرارا مني يا آدم؟ أتفر مني يا آدم؟ فيقول آدم لربه: لا يا رب، لا يا رب، لكنني استحييت منك، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قصص، نور قصص، نور قصص، حكمة وصبر. بكى آدم، بكت حواء، بكى الاثنان. يقول آدم في نفسه: سبحان الله، كيف نسيت، كيف وقعت بالذنب. يبكيان وهما يدعوان الله عز وجل: ربنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. مع أنه أبو البشر، مع أنه أول نبي، مع أنه الذي خلقه الله بيده، لكنه استغفر، لكنه أناب، لكنه تاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اشتد البكاء، طال البكاء من آدم عليه السلام، إنه الندم. كيف نسيت، كيف أغراني الشيطان، كيف لم أتذكر أنه عدو لي، كيف أكلت من هذه الشجرة. وآدم عليه السلام يبكي، والرب عز وجل يقول له: يا آدم، ألم أنهك عن هذه الشجرة؟ يا حواء، ألم أحذركما من إبليس؟ جاء جبريل بنفسه إلى آدم وهو يبكي فرفع عنه التاج، جاء ميكائيل فرفع الإكليل عن جبين آدم عليه السلام، فظن آدم أن العقوبة ستقع عليه الآن، لكن رحمة الله قريب من المحسنين. أنزل الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض، معه حواء، معهما إبليس، الثلاثة: آدم، حواء، إبليس. أنزل الثلاثة إلى الأرض لتبدأ العداوة، لتبدأ المعركة بين من؟ بين آدم وحواء وبين إبليس. أول معركة ستبدأ الآن على وجه الأرض، ساحة المعركة. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. سوف أنزل عليكم الهدى. تبدأ العداوة بين الثلاث، بعضكم لبعض عدو. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وإن كنتم في الأرض التي ميزت بأنها دار البلاء ودار الشقاء، لكن من اتبع هداي فلن يضل ولن يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقولون أن آدم أنزل في الهند وحواء في مكة، والتقيا وبدأ التكاثر على وجه هذه الأرض، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وإبليس
يترصد بهما وبذريتهما. التحدي الذي تحدى به ربه بدأ ينفذه الآن على وجه الأرض، وبدأت العداوة، وآدم لا زال يبكي، آدم لا زال يتذكر خطيئته، آدم لا زال يتذكر معصيته. فإذا بجبريل ينزل إليه فيقول: يا آدم إلى متى تبكي؟ لما كل هذا البكاء؟ فيقول: دعني أبكي يا جبريل، دعني أبكي يا جبريل، فقد أذنبت ذنبا، عصيت الله عز وجل. فأخذ آدم يكلم ربه فيقول: ربي ألم تخلقني بيدك؟ فيقول الله عز وجل لآدم: بلى يا آدم. يقول آدم: يا رب ألم تسجد لي الملائكة؟ فيقول الله عز وجل: بلى يا آدم. فيقول آدم لربه: يا رب ألم أعطس فقلت يرحمك ربك؟ قال الله عز وجل: بلى يا آدم. فيطلب طلبه، قال: ربي إن أنا تبت إليك وأنبت فهل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال الله عز وجل: نعم يا آدم، نعم يا آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكأن الرب عز وجل يريد أن يعلم بني آدم أن الذنب لا بد يقع، فكل بني آدم خطاء. إذا كان أبونا أبو البشر وقع بالذنب، نسي ووقع بالذنب، لكن خير الخطائين من؟ التوابون. افعلوا كما فعل آدم، بكى، ندم، استرجع، اعترف بذنبه، اعترف بظلمه. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله عز وجل يقول: مع أنه عصى ونسي ولم ينفذ أمر الله عز وجل، بشر هكذا الإنسان ضعيف ووقع بهذه الزلة، لكن من تاب؟ تاب الله عز وجل عليه. عاش آدم على هذه الأرض وهو يريد أن يرجع إلى الجنة مرة أخرى، فمن ذاقها وذاق حلاوتها اشتهى أن يرجع إليها. عاش الثلاثة ثم بعد هذا ذرية آدم وذرية إبليس، وتكاثر الجميع والعداوة بدأت، بعضكم لبعض عدو، لكن أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكان لآدم عليه السلام ابنان، قابيل وهابيل، وكانت سنة آدم في ذريته وتكاثر ذريته أن تلد زوجته في كل بطن ذكرا وأنثى، فيتزوج الذكر في البطن الأنثى في البطن الآخر، وتتزوج الأنثى في البطن ذكرا في بطن آخر. حتى جاء يوم من الأيام فاختلف أحد أبناء آدم في فتاة مع أخيه. من؟ إنه قابيل. أراد أن يتزوج فتاة ليست من حقه، إنها من حق من؟ من حق أخيه هابيل. فجاء إليه وقال: أريد أن أتزوج هذه الفتاة. قال له هابيل: إنها ليست لك يا قابيل، إنها لي، هي حق أعطاني الله عز وجل إياه. فاختلف الأخوان إلى آدم عليه السلام واختصما إليه، فقال لهما آدم عليه السلام، قال لقابيل وهابيل، قال: ليقرب كل منكما قربانا إلى الله عز وجل، ومن تقبل الله قربانه يتزوج هذه الفتاة. فإذا بهما يقربان قربانا إلى الله جل وعلا، يقربان قربانا إلى الله، ما الذي قرباه؟ كان قابيل عنده زروع يزرع، وكانت عنده سنابل، فقرب أردأ سنبلة لربه جل وعلا. أما هابيل فكان عنده شياه غنم، فجاء بأسمن شياهه وقربها إلى الله جل وعلا. وطريقة القربان كان يضعون القربان على رأس جبل،
فمن تقبل الله قربانه تنزل نار من السماء فتحرقه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل الله ممن؟ من صاحب الشاه. من؟ إنه هابيل. فلما رأى قابيل هذا الأمر ازداد ضيقه وحنقه وحسده على أخيه. حسده لمن؟ لأخيه أن سيتزوج هذه الفتاة. حسده لمن؟ لأخيه أن الله عز وجل قبل قربانه ولم يتقبل الله عز وجل قربانه هو. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فإذا به وصل الحسد به إلى التهديد. بأي شيء؟ هدده بالقتل. يا هابيل سأقتلك. الله أكبر. لم تحدث هذه الجريمة في الأرض أبدا. لم يجرؤ أي إنسان من ذرية آدم التي انتشرت أن يفكر مجرد تفكير بالقتل إلا قابيل. وصل به الأمر حسدا وحقدا أن يفكر بقتل أخيه. قال لأقتلنك. فرد هابيل على أخيه قال إنما يتقبل الله من المتقين. افعل ما تفعل فإنما تقبل الله قرباني لأنني بإذن الله عز وجل من أهل التقوى، ولم يتقبل الله عز وجل منك لأنك لست من أهل التقوى. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم رد بكل أدب وبكل طيب نفس لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إذا تجرأت ومددت يدك إلي تريد قتلي فإنني لن أعترض. اقتلني كما شئت لأنك ستكون من أهل النار. أما أنا فبإذن الله عز وجل ستتحمل ذنبي كله وتأخذ إثمي كله وسيغفر الله عز وجل لي يوم القيامة. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ازداد الحسد في قلب من؟ قابيل. ومرت الأيام وهو يرقب من؟ أخاه هابيل. وإذا بقابيل في يوم من الأيام يستغل الفرصة. أي فرصة؟ تأخر أخوه في رعيه للغنم فإذا بآدم عليه السلام ينتظر ابنه وهو يرعى الغنم. ما جاء ابني؟ تأخر ابني. ما الذي أخره؟ ما الذي بطأه؟ فأرسل ابنه قابيل قال يا بني اذهب فانظر إلى أخيك لما تأخر. وقابيل قد امتلأ قلبه بالحسد، قد امتلأ قلبه بالحقد، قد امتلأ قلبه بالغيظ. وإذا بقابيل يبحث عن أخيه في كل مكان، يبحث عن أخيه في تلك الصحراء بين الجبال، يبحث عن مواطئ رعيه حتى وجده من بعيد. اقترب إليه بهدوء فإذا به يجد أخاه مستلق على الأرض نائم. وإذا به حانت فرصته الآن. التهديد بالقتل الآن سينفذ. كل ما كنت أتوعدك به يا أخي الآن سأطبقه. الآن بدأ الشيطان يجري في دمه، الشيطان يؤزه أزا. وإذا بأول جريمة الآن ستقع على وجه الأرض. وأي جريمة؟ إنها جريمة القتل، أعظم جريمة يرتكبها الإنسان في حق أخيه. وإذا بقابيل قيل أنه حمل صخرة كبيرة أراد أن يقتل، ما عرف، ما قتل إنسان قبله، فحمل صخرة كبيرة ورباها على رأس أخيه ففضخ رأسه، كسر رأسه وقتله في لحظة واحدة. وجلس يبكي، ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ كيف أدفن هذه الجثة؟ كيف أواريها؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. غراب حفر الأرض برجله ووضع شيئا في الأرض ودفنه.
ليريه الله عز وجل كيف يحفظ جثة أخيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. صار كل من يقتل على وجه الأرض يتحمل جزءا من الإثم. من أول من بدأ بالقتل؟ إنه قابيل ابن آدم عليه السلام. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. عاش آدم عليه السلام مع ذريته وأولاده الذين تكاثروا في الأرض، يقال أنه عمر 1000 سنة، يعلمهم دين الله عز وجل، يذكرهم بربهم جل وعلا. الأرض كلها توحد الله جل وعلا، تكاثرت الذرية، هذا يتزوج من البطن الآخر وهذا يتزوج من البطن الذي قبله، وهكذا تكاثرت ذرية آدم وانتشرت في الأرض وعم الخير فيها، حتى جاءت اللحظات وصى آدم عليه السلام لابنه شيث أن يبلغ الناس من بعده وأن يذكر ذرية آدم بربهم جل وعلا وأن يعلمهم دين الله جل وعلا. شيث تحمل هذه الوصية، ضعف آدم عليه السلام، دق عظمه ورق جلده، كبر سنه، مرض آدم، سقط على الفراش، بدأت لحظات النهاية، نهاية أول نبي في تاريخ البشرية، نهاية أبينا آدم عليه السلام. كلنا نرجع إليه، كل البشر إنه أبوهم. أول إنسان خلقه الله، خلقه بيده، كرمه وأسجد له الملائكة وأدخله الجنة وأنزله إلى الأرض. الآن جاءت لحظات النهاية. مرض آدم وسقط على الفراش، فالتف أبناؤه حوله فقالوا له يا أبانا ماذا تشتهي؟ قال أشتهي من الثمار، ائتوني بأي ثمرة آكلها. فخرج أبناؤه يبحثون له عن ثمار، يتجولون يأتونه بالثمار، فاستقبلتهم الملائكة. فقالت الملائكة أين تذهبون؟ قالوا نأتي بالثمار. قالت الملائكة لمن؟ قالوا لأبينا فقد اشتهى ثمرا يأكله. قالت الملائكة ارجعوا. قالوا ولما؟ قالت الملائكة قد قضى أبوكم، جاءت ساعته ونزلت منيته. كل نفس ذائقة الموت. كل إنسان مهما طال عمره ستأتيه لحظة ويموت فيها. أول نبي سيفارق هذه الدنيا، أبونا أبو البشر، جاءت منيته. رجع الأبناء وجدوا آدم عليه السلام قد قضى وفاضت روحه إلى بارئها. أبناؤه ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ لأول مرة يموت إنسان ميتة طبيعية. فعلمتهم الملائكة، غسلته وحنطته وطيبته وكفنته، ثم حفرت الأرض ثم لحدته ثم دفنت آدم عليه السلام. فقالت الملائكة لبنيه هذه سنتكم وهذه طريقتكم. هكذا طويت صفحة أول نبي على وجه الأرض، أول من خلق الله عز وجل من البشر. كانت قصته حافلة عظيمة. أرأيتم إلى أثر الذنب ماذا يصنع في الإنسان؟ أرأيتم إلى رحمة الله عز وجل بآدم؟ هكذا رحمته ببني آدم، فإنه يقبل التوبة لمن تاب. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نعرج على نبي لموقف له، ثم نتكلم عن أول رسول في الأرض. فالرسول الذي يأتي بدين جديد، والنبي الذي يقر شرع من قبله. هل بعد آدم عليه السلام حصل شيء في الأرض؟ هل وقع الشرك في الأرض؟ آدم مات والأرض كلها على التوحيد، كيف بدأ الناس يشركون بربهم عز وجل؟ أول ما وقع الشرك في الأرض كيف بدأ؟
وكيف كانت طريقته؟ هل نجحت الشياطين التي انتشرت في الأرض أن تصرف الناس عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره؟ هذا ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. بعث الله عز وجل فيهم نبيا اسمه إدريس عليه السلام، أحملك إلى السماء فتكلم ملك الموت، وأول من عبد من دون الله ود. يا نوح إن الذي تدعون إليه ضلال مبين. لا زالوا يعاندون، لا زالوا يصرون، الأصابع في الآذان، الثياب على الوجوه، الفرار والاستكبار، بل كان يأمرهم بعبادة الأصنام. بعد أن كان يدعوهم إلى الله ترك الدعوة، باب التوبة أغلق، لن يؤمن أحد. أمر الله عز وجل لك يا نوح أن تصنع هذه السفينة. قصص نور قصص، حكمة وصبر، أسامي سيرت خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرت خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عين.